موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين من جميع أطراف النزاع في مدينة درنا الالتزام باحترام قوانين الحرب وتجنيب المدنيين والبنية التحتية الأذى. وقالت المنظمة أن سكان درنا يستعدون لمعركة طويلة محتملة للسيطرة على مدينتهم. وقالت الباحثة في المنظمة حنان صلاح أن السكان يعانون من حصار عسكري امتد قرابة عامين، مشددة على ضرورة اتخاذ الضمانات والتدابير اللازمة لتجنيب المدنيين الأذى. عبر عضو المجلس الرئاسي المقترح محمد عمار زايد عن إدانته للحصار المفروض على مدينة درنا وما يترتب عليه من معاناة للمدنيين ومنع النازحين من العودة إلى المدينة، مستغربا للصمت الدولي حيال ما يحدث فيها. العماري في لقاء جمعه الاثنين بسفيرة الاتحاد الأوروبي للدليبيا في طرابلس بثينة مشايدد طالبها بالتنسيق مع المجتمع الدولي لفك الحصار عن درنا. هذا وعبرت السفيرة عن قلقها لتطورات الأحداث في الجنوب وما ينتج عنها من تهديد لأمن ليبيا وسلامة المواطنين. أعلن مجلس قبائل التبو انتهاء جميع الأعمال العسكرية في سبها مع الاحتفاظ بحق الرد دفاعا عن النفس حسب قوله. وأكد مجلس قبائل التبو في بيان صادر عنه بشأن الاشتباكات القبلية الدائرة في مدينة سبها منذ أسبوع تمسكه بوحدة التراب الليبي ووقوفه على مسافة واحدة من جميع الحكومات. واعتبر المجلس أن ما سماه تطهير قلعة سبها الأثرية ومقر كتيبة فارس سابقا ما هو إلا رفع للظلم عن أهالي وسكان الأحياء المجاورة، كل ذلك على حد قوله. أكد رئيس مجلس تورغال المحلي عبد الرحمن الشكشاك حصول توافق على ميثاق السلم الاجتماعي بين مدينتي تورغاء ومصراتة. الشكشاك على صفحة رسمية للمجلس الأحد أوضح أن التصديق على الميثاق سيجرى في الأيام المقبلة من قبل المجلسين المحلي والبلدي للمدينتين بحضور ممثلين عن القبائل والمدن الليبية، موضحا أن التنسيق جاري بين المجلسين والمنطقة العسكرية الوسطى بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة المهجرين. وفي خبر أخير، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية الاثنين باستشهاد 52 فلسطينيا وسقوط ألاف من الجرحى برصاص قوات الاحتلال الصهيوني مع توافد الألاف المتظاهرين على مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة. ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، دعت الجماهير الفلسطينية للمشاركة الواسعة والفاعلة في مليونية العودة لإحياء الذكرى 70 لنكبة فلسطين لتنديد بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.